ثالث أيام رمضان سنة 1997 منتخب مصر كان عنده مباراة مهمة جدا قدام منتخب تونس، مباراة كانت في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 98. منتخب مصر بدأ تصفيات كأس العالم بداية كويسة جدا بالفوز على ناميبيا 7-1. الناحية الثانية منتخب تونس قدر ان هو يفوز بصعوبة شديدة على منتخب ليبيريا 1-0. اي حد يشوف نتيجة الماتشين يقول اكيد منتخب مصر هيحقق فوز في المباراة دي وبسكور كمان، لكن للأسف ده ما حصلش ومنتخب مصر خسر قدام منتخب تونس بهدف دون رد. منتخب مصر صعب وقتها على نفسه مهمة التأهل لكأس العالم، رغم ان هو كان لسه قدامه مباراة واحدة قدام ليبيريا، لكنه حط نفسه في حزبة بيرما اللي مازال بيحط نفسه فيها لحد النهاردة. وقتها منتخب مصر كان بيقوده الثنائي كابتن محمود الخطيب وكابتن فاروق جعفر. الجمهور المصري وقتها كان حاطط امال كبيرة جدا على محمود الخطيب وفاروق جعفر ان هم يقودوا منتخب مصر لكاس العالم ولتحقيق كاس امم افريقيا وكمان الفوز بكاس العالم. طبيعي لما يكون منتخب مصر بيدربوا اتنين من اساطير الكرة المصرية ان الجمهور يحلم زي ما هو عايز، لكن للأسف كابتن محمود الخطيب وكابتن فاروق جعفر خيبوا امال الجماهير وفشلوا في التأهل بمنتخب مصر لكأس العالم. وقتها رحل محمود الخطيب وفاروق جعفر عن منتخب مصر بعد ما قدموا استقالاتهم، وتولى المهمة كابتن محمود الجوهري واللي خاض المباراة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قدام ليبيريا واللي خسرها منتخب مصر بهدف سجله أسطورة الكرة الليبرية جورج وايا. كابتن محمود الجوهري رغم ان هو فشل في تحقيق الفوز في اخر مباراة قدام ليبيريا، لكنه صالح الجماهير بسرعة بعد ما قاد المنتخب المصري لتحقيق بطولة كأس امم افريقيا سنة 1998. وبكده نكون انهينا قصتنا وحلقتنا النهاردة من برنامج ملعب رمضان، وانتظرونا في حلقة جديدة.